اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو تقطيع الكعكة اللي بطيع الكأس من الكعكة والخسر، وخسر راح يكون معكم. بابا مين هيبدأ فيكم يا أولاد؟ يلا بابا. بابا أي أي يلا بابا أي أي ما طيحها. يلا محمد بالفعل كل بس راح يكون عقاب جامد. يلا يوسف مسيطر على المنطقة هذه، مسيطر على المنطقة هذه. ياسي قربت، انتبهوا. يلا انتوا الاثنين مسيطرين على المنطقه هذيك. يلا اسحق الكاس تطيح لانه خسرها شديد. يلا محمد قطع دير بالك وغرمت الكاس. الشاطر فيك واللي ينتبه. أضل ناس أكيد أنا فوق. بس يا محمد يا محمد أنا بطل وأنا أرجع لكم فيديوهات جديدة إن شاء الله. يلا يا سيدي لا 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 اجل.